عادت نبرة التفاؤل لدى المسؤولين الأوروبيين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بعد الخروج النهائي في مارس آذار المقبل. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي. بدوره أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر أن فرص التوصل إلى اتفاق زادت في الأيام الأخيرة. وكانت التوقعات بخروج بريطانيا دون توقيع اتفاق قد طغت على أجواء المفاوضات بين لندن وبروكسل. بوادر لير تلوح في الأفق الأوروبي. أول قطرة من غيث انفراج ملف البريكزيت أتت على لسان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. لدي أمل وثقة بأننا سننجح قريبا في التوصل إلى اتفاق حول البريكزيت، وهو ما سيحدد مستقبل العلاقات بيننا وبين بريطانيا بشكل يناسب الطرفين. سنحاول خلال الشهر الحالي، وأعتقد أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل لاتفاق مع نهاية العام الحالي. نبرة التفاؤل ذاتها كانت حاضرة في تصريح رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر. يونكر قال بأن المسائل العالقة بين بريطانيا والمنظومة الأوروبية في طريقها للحل، وذكر بأن الاتفاق بين الطرفين سيتم خلال شهر نوفمبر كحد أقصى، دون أن يعطي أي تأكيدات. بعد أن أوسطت معظم الأبواب الأوروبية في وجهها، رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا مي لاقت سيلة من الانتقادات ليس فقط من المعارضة العمالية بل من الكثير من أعضاء حزبها. تخبط مي في الرمال الأوروبية المتحركة أفقدها دعم كبار قادة حزب المحافظين، وجعل وزير الخارجية السابق بوريس جونسون يقود جناحا مناوئا لها. مي التي نجحت في رسم صورة إيجابية نوعا ما لها ولحكومتها في مؤتمر حزب المحافظين الأخير، لا تزال تعيش مرحلة تعد الأصعب في تاريخ رئاستها للحكومة البريطانية. رئيسة الوزراء البريطانية تواجه معارضة عمالية قوية، نظراء أوروبيين محنكين، ومنافسة حزبية شرسة، وهو ما يضعها على مفترق طرق، إما النجاح في إنهاء معضلة البريكزيت والحفاظ على منصبها أو الفشل والاستقالة. ينضم إلينا الآن في الاستوديو عادل الحمدي الكاتب الصحفي. مرحبا بك أستاذ عادل. طبعا أنت متابع للصحافة البريطانية، يعني لا تكاد تخلو صحيفة كل يوم من خبر البريكسيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك تناقض في المعلومات. هناك من يتحدث عن أنه هناك اتفاق وشيك بين بريطانيا وبروكسل، وهناك من يتحدث أنه ليس هناك اتفاق وبريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ما الأرجح الآن؟ طبعا شكرا لك بدر، وشكرا للمشاهدين الكرام. بالتأكيد الجدل الذي يجري في الساحة البريطانية هذه الأيام بدأ يبدو يتقدم كثيرا فيما يتصل بالخروج من الاتحاد الأوروبي. مؤتمر الحزب المحافظين الأخير والكلمة التي ألقتها رئيس الوزراء تيريزا ماي والتي قطعت فيها الشك باليقين بأن الحكومة البريطانية ماضية دون رجعة في موضوع تطبيق ما انتهى إليه الاستفتاء قبل عامين في يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنه لا عودة إلى الاستفتاء من جديد. هذا يعني عمليين بأن الأمور ذاهبة باتجاه التسوية. وهنالك القضيتين الخلافيتين وهما موضوع التجارة أو موضوع العلاقات الاقتصادية ثم موضوع الحدود فيما يتصل بإيرلندا الشمالية. يبدو أن البريطانيين كما أن الأوروبيين يبدو أنهما يتجهان باتجاه اتفاق تسوية أو اتفاق القواسم المشتركة أو المصالح المشتركة بين الطرفين بما يحفظ ماء وجه الجميع. ولذلك لو لاحظت حتى في اليومين الأخيرين عقب انتهاء مؤتمر حزب المحافظين ترى بأن الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي بدأ يتجه نوعا ما إلى القبول بالأمر الواقع، وأن وهو أن بريطانيا ذاهبة للخروج من الاتحاد الأوروبي سواء عبر الاتفاق الذي قدمته رئيس الوزراء تيريزا ماي أو بدون اتفاق. لكن الآن بعد التصريحات الأوروبية اليوم واضح أن هنالك توجها ما للوصول إلى قواسم. الجدل الآن في بريطانيا تجاوز مسألة الخروج من عدمه ومنحصر أساسا الآن في طريقة الخروج أو الصفقة التي تريد ماي إخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي، ما سمي بصفقة التشيكرز. نعم. اتفاق خطة التشيكرز. نعم. وهنا المشكلة الكبيرة بالنسبة لماي في إقناع حزبها
وإقناع المواطن البريطاني بأن هذه أحسن طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي. لاحظت في المؤتمر مرحلة المحافظين أن حتى أن أصوات الرافضين لخطة تشيكرز كانوا ربما تراجعت نوعا ما، وأن خطاب تيريزا ماي كان قويا عندما دعتهم من الكف عن اللعب أو العبث بمصالح بريطانيا بمصالح البلاد لأسباب شخصية. ولاحظت أن القضيتين الأساسيتين فيما يتصل بسيادة بريطانيا على إيرلندا الشمالية كانت واضحة، لن تسمح أو لن تسمح بريطانيا باللعب بسيادتها وبأمنها وبوحدتها الوطنية، بمعنى أن مسألة الحدود سوف تظل وفق الرؤية البريطانية. لكن كيف سيتم تنظيم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية إيرلندا باعتبارها جزء من الاتحاد الأوروبي وبين إيرلندا الشمالية؟ هذا هو الخلاف الآن. ثم الخلاف الثاني هو حول العلاقات الاقتصادية أو عملية حركة رؤوس الأموال بين أوروبا وبريطانيا. تيريزا ماي تقول بأنها قدمت خطة يمكنها أن تراعي مصالح الطرفين، أي مصالح بريطانيا والاتحاد الأوروبي. معارضي تيريزا ماي وهو كان عرضوها لأسباب سياسية وقد فشلوا حتى في إقناع حزب المحافظين في مؤتمرهم الأخير، وبالتالي فنحن أمام تقدم حقيقي. لذلك لاحظت اليوم النبرة الإيجابية التي تحدث بها الاتحاد الأوروبي وقال بأننا مقبلون على الاتفاق، وربما سوف يسمح لتيريزا ماي في 17 و18 من تشرين أول أكتوبر الجاري على حيث سيتم الاجتماع في بروكسل، سيسمح لها بأخذ وقت كامل في عشاء يوم 17 من أكتوبر لتشرح وجهة نظرها والخطة التي تقترحها، وأيضا الحلول للقضيتين الإشكاليتين، أي موضوع حركة رؤوس الأموال وأيضا موضوع الحدود. وكان ذلك الاحتقان الذي كان يسود بين ماي وزعماء الاتحاد الأوروبي قد بدأ بالتنفس الآن، وهناك حديث عن يعني إيجابيات في العلاقة بين بروكسل وبريطانيا. أود أن أسألك عن ماي بالتحديد، هي بالتأكيد في موقف لا تحسد عليه أبدا الآن، إذ أنها داخل المجتمع البريطاني وحزبها تحاول إقناعهم بخطتها، وحتى وإن نجحت في ذلك وهو صعب جدا، هي تواجه صعوبة في إقناع الاتحاد الأوروبي بقبول خطتها، يعني هي بين المطرقة والسندان، صعبة وضعها جدا. نعم، وضع تيريزا ماي الآن أو وضع السياسي أفضل مما كان عليه قبل أسبوعين من الآن، بعد مؤتمر حزب المحافظين وبعد خطابها ورقصتها الشهيرة التي أخذت حيزا كبيرا في وسائل الإعلام سواء البريطانية أو الغربية أو حتى العالمية. الآن وضع تيريزا ماي أفضل بكثير مما كان عليه في السابق. بدأت الحكومة البريطانية تتجه الآن إلى القناعة التامة لدى كل القادة السياسيين بما في ذلك المعارضين لتيريزا ماي فيما يتصل بالاستفتاء، بدأوا الآن على قناعة بأنه لا عودة إلى الوراء. هذه نقطة مهمة يجب أخذها بالاعتبار. والنقطة الثانية التي يجب أخذها بالاعتبار وهي أن تيريزا ماي استطاعت أن تقنع خصومها في الحزب المحافظين بأنه لا بديل عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأن هذه هي رغبة المواطن البريطاني. والنقطة الثالثة وهي نقطة أيضا حذر منها الخطاب الإعلامي والخطاب السياسي، وهي أن بريطانيا إذا لم يكن هناك التوافق بين الفرقاء السياسيين أن بريطانيا سوف تتعرض لهزة اقتصادية كبرى في 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 الربع الأول من العام المقبل، بل إن بعض التقارير الأمنية تحدثت عن أن ربيع بريطاني في آذار مارس من العام المقبل، حتى بعض نقص بعض الأدوية إذا تم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو إذا تم الخروج وفق اتفاق لا يراعي المصالح البريطانية. لذلك تذهب أو ربما أساس البريطانيين كلهم يقفون الآن خلف يعني أو غالبتهم على الأقل يقفون خلف تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الخلاف الآن. وأعتقد بأن تيريزا ماي تذهب إلى بروكسل قوية هذه المرة كما قلت لك، لأنها استطاعت أن تخرج برأي أو بدعم من حزب المحافظين أقوى مما كانت عليه قبل مؤتمر حزب المحافظين الأخير. شكرا جزيلا لك عادل الحمد الكاتب والصحفي على حضورك معنا هنا في الاستوديو.